عطيت الله جاه عرض، هذاك العرض ماشي ضد القيمة ديال اللي عطيت الله. أنا ماشي ضد عطيت الله باش يمشي ولا ضد أي لاعب، ولكن حنا عندنا واحد الاستحقاق وتنطمحوا أننا نكونوا بارزين في هذا الاستحقاق. ما يمكنش أنا نطلق عطيت الله، راه جاني عرض، واش أنا العرض الأول هانونا فيه، ولكن داركو في الاخر جابوا لنا واحد العرض اللي هو ماشي في المستوى ديال عطيت الله، وبداو تيقولوا لا راه حنا عطيناك مليار و200 وما بغيتيش تطلق لينا. قلت لهم راه ماشي، انا الهدف ديالي ماشي مادي، انا راه تنعاود ناكدها، ما عمرو كان الهدف ديالي مادي، انا تندوي على الهدف الرياضي، حنا تندوي على التمثيليه داخل المونديالات، داخل حنا غادي نلعبوا السوبر كوب، حنا كندوي على عصبه الابطال، كندوي على واحد المجموعه ديال الاستحقاقات اللي مشينا فيها هذه السنوات نسبيا. ما كنفوزوا فزنا بجوج، حنا راه غير بلاتي شحال في العمر ديال الوداد؟ راه 37. من 37 لدابا شحال من سنه؟ 87 عام. 87 عام حيد منا غير 8 سنين، راه دينا فيها جوج. اما قبل 80 سنه اللي كانت قبل دينا فيها وحده، ولكن حنا هادشي سنحاولوا اننا نطمحوا اننا نكونوا بارزين في هذه السنوات المقبله.